صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. هي مشكلة كبيرة جدا عايشها ناس كتيرة جدا في حياتنا، اللي حوالينا ناس كتيرة بيبقى نفس واحد شاب نفسه يتجوز، واحد نفسه ربنا يوسع عليه وعلى أولاده، فنفسه في شقة. وحتى المثل المعروف عندنا يقول لك شقة وعروسة يا رب. في الجنة بقى كل المشاكل دي تتحل، ولذلك احنا النهاردة في صحبة النبي ودايما في صحبته، ويا رب ان شاء الله نكون في الجنة في صحبته صلى الله عليه وسلم. هيوصف لنا النهاردة قصور الجنة وغرف الجنة. المولى عز وجل الذي غرس كرامة الجنة بيديه سبحانه وتعالى، وقال أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بيوصف لنا غرف الجنة وقصور الجنة. قال جل وعلا ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال جل وعلا وهم في الغرفات آمنون، وقال في وصف عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصف لنا بقى غرف الجنة وخيام الجنة وقصور الجنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث عجيب جدا رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. دول مين دول يا رسول الله؟ قال أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللي بيطعم الطعام ليه غرف في الجنة، اللي بيولين الكلام اللي بيكلم الناس بأسلوب جميل ومهذب ليه غرف في الجنة، اللي بيتابع الصيام ليه غرف في الجنة، اللي بيصلي قيام الليل له غرف في الجنة. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الغرف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده فوق ده كله بقى غير الغرف والقصور والفلل اللي موجودة في الجنة، ده فيه ليك خيام في الجنة. أحيانا لما بتروح بعض دول الخليج تلاقي مثلا أحيانا واحد باني قصر كده جميل أو قوي، وفي وسط القصر أو في مدخل القصر تلاقيه عامل خيمة، فتقول له طب انت عندك قصر عامل خيمه ليه؟ يقول لك يا اخي بتمتع بقعده الخيمه كده، خصوصا لما بكون خيمه كده فيها الوسائد كده معموله بشكل حلو وفيها مكيف صحراوي وقاعدين قاعده كده جميله، والشاي والقهوه والتمر، بتبقى قاعده كده رومانسيه كده قاعده جميله. اقول لك في الجنه في خيم برضو غير القصور، لان في ناس غاويه قصور وفي ناس غاويه فيلل وفي ناس غاويه شقق وفي ناس غاويه خيم. يقول صلى الله عليه وسلم واصفا الخيمه، الخيمة يا جماعة في الجنة غير طبعا خيام الدنيا، الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة سبحان الملك، مش بقى من مجموعة لقالق ملزوقة في بعضها، لا خيمة واحدة بلؤلؤة واحدة، واللؤلؤة دي طولها 60 ميلا في السماء. لا معلش المعلومة دي والله معلومة صحيحة، والحديث رواه مسلم ان الخيمة في الجنة الخيمة طولها 60 ميل في السماء، يعني 90 كيلو متر. الخيمة الواحدة لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، وفي رواية أخرى وعرضها 60 ميلا في الأرض. يعني خيمة واحدة لحضرتك أو لحضرتك طولها 60 ميل في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض، يعني 90 كيلو فوق و90 كيلو تحت، ده لؤلؤة واحدة مجوفة. إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة طولها 60 ميلا في السماء، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا وعرضها 60 ميلا. يبقى الخيمة الواحدة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل. تعالوا نشوف برضو إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقى عن بعض القصور الخاصة ببعض أزواجي وببعض أصحابي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أتاه جبريل فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب يعني لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أيضا قصر عمر بن الخطاب في الجنة، حديث في البخاري ومسلم، قال النبي دخلت الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال دخلت الجنة فرأيت الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان اللي هي زوجة أبي طلحة اللي هي أم أنس بن مالك، قال فسمعت خشفة صوت كده، فقلت من هذا جبريل؟ قال هذا بلال، قال فرأيت قصرا وأمامه جارية
فأردت أن أدخل القصر فتذكرت غيرة عمر بن الخطاب حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر، قالوا لعمر بن الخطاب، قال فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل. فبكى عمر بن الخطاب وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ معقول ده أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا برحمته صلى الله عليه وسلم التي قال عنها بالمؤمنين، قال عنها جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رحمة النبي ورأفته بالأمة حاجة فوق الخيال صلى الله عليه وسلم. وضح لنا إزاي نحن نفوز بالغرف والقصور والخيام في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مع بعض بعض القصور معروضة على حضرتك ومعروضة على حضرتك، وكل واحد بقى يدخل بقى سوق الجنة ويطلب اللي هو عايزه ويدفع من هنا. زي ما قلت لك لازم تكون بتدفع ولازم تمضي الصفقة اللي احنا قلناها في أول الدروس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دي صفقة، خد بالك. والحاجة التانية ان لازم تغرس هنا غرس معين تجني من خلاله قصور في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم للي عايز بقى بيت في الجنة، ابني بيت في الدنيا، ابني مسجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ربنا يبني لك بيت في الجنة. شوف بقى مهما بلغت العمارة ومهما بلغت التكاليف والجمال لأي مسجد والأجمل مسجد في الدنيا، هيكون شكله قد إيه؟ هتكلفه قد إيه؟ فتخيل بقى في المقابل الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض لما يبني لك بنفسه سبحانه وتعالى بيت في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم: من بنى مسجدا لله أو من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. ابن مسجد ولو كمفحص قطاه، قطاه ده طائر صغير كده. النبي عليه السلام بيقول لك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يعني مش لازم تقول ده انا هعمل مسجد ما شاء الله على مساحة 2 فدان، ده انت لو بنيت مسجد على مساحة 50 متر، لو بنيت زاوية على مساحة 20 متر تقدر تصلي فيها انت وعشرة، يبقى انت كده بنيت مسجد وبيت لله سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل في المقابل يبني لك به بيتا في الجنة. بيت في الجنة تاني للي يصلي، ودي حاجة بسيطة او مش هكلفنا ولا مليم ولا كلفنا اي حاجة، لو صليت حضرتك وصليت حضرتك ال 12 ركعة الرواتب اللي هي حوالين الفرائض، اللي هم 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، لو نداوم على ال 12 ركعة دول يتبنينا كل يوم بيت في الجنة. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف قد ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا. شوف بيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عايزين بيوت في الجنة، يلا خدوا فرصة، اللي معاه فلوس ابن مسجد، طب معكش فلوس قوم صلي، قوم صلي 12 ركعة يبنيلك بيت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أظن ما فيش أسهل من كده. لا ده اللي جاي كمان أسهل بقى، إيه رأيك لو قمت الصبحية كده بعد شروق الشمس صليت 4 ركعات من الضحى وصليت 4 ركعات سنة الظهر السنة القبلية يتبني لك بيت في الجنة. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. خد بيوت تانية وانت واقف بتصلي في الجماعة في المسجد، لو لقيت رجل أخوك بعيد عنك فقربها منه بس، يبقى انت كده ايه سديت فرجة فتحة. تخيل بسد الفتحة دي كده يبني لك بيت في الجنة. ايه الدليل على كده؟ خد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه المحاملي في الأمالي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه درجة في الجنة. يعني مش بيته بس، لا وانت عارف يترفع لك درجة، وانت عارف ان ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما أخبر الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. مجرد بس ان انت تلاقي فرجة كده وتسدها برجليك وانت بتصلي، تخيل حضرتك من سد فرجة، او مثلا لقيت الصف ناقص واحد ورحت داخل وقف انت مكان الواحد اللي ناقص في الصف ده ووصلت صفا، يبني لك بيت في الجنة ويرفعك درجة في الجنة. تعالوا نكمل بيوت الجنة، اللي عايز يحجز من دلوقتي انتوا عارفين الاماكن محدودة. صلى على حبيبك. تعالوا معا لمحتن من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل الصفقة الجميلة دي اللي نقدر من خلالها ان احنا نحصل على بيوت في الجنة. زي ما قلت لكم يعني الاعداد محدودة والاماكن محدودة، ولازم تدفع مقدما من هنا عشان ربنا يكرمك ببيت في الجنة. وتعرف بيوت الجنة بقى يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم جمع لنا ثلاث بيوت في حديث واحد رواه ابو داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم، يعني انا ضامن اضمن لكم. وشوف بقى لما النبي يضمن: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. انت بتناقش اخوك في مساله حصل ما بينكم جدال، اترك الجدال وقول له يا اخي يعني نترك الجدال ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، واحنا اخوه متحابين، ربنا يبارك فيك ويظهر الحق على يديك. لو تركت الجدال والمراء يتبني لك بيت في الجنه. وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. ما ينفعش لو هو بيهزر، لو هو بيهزر ولو هو حتى بيتكلم جد، لان في النهايه الكذب هيتكتب عليه انه كذب. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عليه كذابا. طيب، واعلى بيت واجمل بيت قال صلى الله عليه وسلم: وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. يا رب ارزقنا حسن الاخلاق يا رب العالمين، لان اسوتنا وقدوتنا ربنا قال عنه سبحانه وتعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. طيب، لو انا رحت ازور مريض زياره كده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، يوم النبي يقول لك كما عند الترمذي بسند صحيح: من عاد مريضا، اي من زار مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. الله. طب هو ليه النبي بينوع الموضوع يعني اسباب ان انت تحصل على البيوت؟ لان في واحد يقدر يزور مريض، واحد ثاني يقدر يصلي قيام ليل، واحد ثالث يقدر يسد فرجه، واحد رابع يقدر يبني مسجد، واحد خامس يقدر يترك الكذب، واحد سادس وهكذا. نوع لك الاسباب لان الناس تختلف امكانياتها وتختلف قدراتها، علشان ما حدش يتحرم من بيوت الجنه. يعني حاجه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بيقول لك في ذكر معين لو قلته وانت داخل. طبعا كل واحد اكيد يعني بيحتاج يدخل السوق يشتري حاجات، يبضع حاجات لبيته، فلو قلت الذكر ده نيت في الجنه. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، رفع الله سبحانه. شوف بقى، شوف الأجر بقى، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف خطيئة ورفعه في الجنة ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. الله أكبر. حاجة بقى يعني إيه، حاجة أجر بقى لا يخطر على قلب بشر. لو واحد لا قدر الله ابنه مات أو بنته ماتت أو أي حد من حبايبه مات، المولى عز وجل كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يرسل ملائكته لقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه قال جل وعلا: كيف وجدتم عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابن مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق جل وعلا يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام. طب في حاجة كمان سهلة قوي، ذكر بسيط جدا حضرتك وحضرتك هنقوله قبل ما ننام. قبل ما نيجي ننام نحط ايدينا اليمين، كفنا اليمين تحت خدنا اليمين وننام. نبتدي النوم على كده، مش لازم ننام طول الليل كده، هو نبتدي ننام. فلما نبتدي ننام نقول الدعاء ده: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك ووجهت وجهي اليك رهبة منك ورغبة اليك. شوف قال، شوف الكلام: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مات من ليلته بنى الله له بيتا في الجنة. أظن ما فيش أسهل من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي عايز أقول لكم حبايبي إن كل واحد فينا، أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو غير مسلم، ليه بيتين. ده غير البيوت التانية بقى وغير الغرف وغير الخيام، لكن في الأول ليه بيتين: بيت في الجنة وبيت في النار. فإن آمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بكده بإيمانه ده بيبني بيته اللي في الجنة وبيهدم بيته اللي في النار، ولو كفر بالله فهو بيبني بيته اللي في النار وبيهدم بيته اللي في الجنة. يقول جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول النبي معلقا على تلك الآية في حديث رواه ابن ماجة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا
ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة، فذلك قوله جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سيدنا مجاهد الإمام العالم بيقول ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيبني بيته الذي في النار ويهدم بيته الذي في الجنة. ولذا يعلق حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه أيضا بسند صحيح: إذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل كل رجل من هذه الأمة، يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى الله كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار وقال: هذا فداؤك من النار. يعني ربنا يعطيك يوم القيامة واحد من الكفار يقول لك ده الفداء بتاعك، ده يترمي في النار وانت اللي تخش الجنة. طيب في حاجة حلوة قوي، انت بتعبد ربنا وبتصلي وتتبع النبي عليه السلام وبر أمك وأبوك وبتعمل خير كتير قوي، انت عايش فين اصلا؟ اتولدت فين؟ والله انا اتولدت مثلا في مصر. فين بالظبط في مصر؟ والله اتولدت مثلا في القاهره، محافظه القاهره. لما تعيش حياتك وتدرس وتتخرج وتشتغل ووا، وبعد 50-60 سنة حضرتك مت او انا مت مثلا في ولايه نيوجيرسي في امريكا، تخيل حضرتك يبقى حقك في الجنة وملكك في الجنة، تخيل من فين لفين؟ مش هتصدق. يتقاس من المكان اللي انت اتولدت فيه للمكان اللي انت مت فيه، كل المساحة دي كلها تبقى ملكك في الجنة. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يتشاف هو اتولد فين ومات فين، بتبقى مشكلة قوي لما واحد يتولد ويموت في نفس المكان اللي اتولد فيه، تبقى مشكلة كبيرة. يبقى حظه من الجنة ايه؟ 5 متر؟ لا طبعا، ان شاء الله ادنى اهل الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: له أدي ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، وفوق ده كله المولى عز وجل يقول: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وفي الرواية الثانية عند مسلم ايضا ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنة: اترضى ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها؟ ايه رأيك؟ شفت الدنيا دي كلها؟ شفت احنا قاعدين في حتة جميلة ازاي، في غاية الروعة والجمال، الواحد قاعد فعلا حاسس كأنه في الجنة، ورغم ذلك هي دي ما تساويش ذرة في هذا الكون، واخد بالك؟ فتخيل لما تاخد انت قد الدنيا دي كلها 11 مرة، سبحان الملك. فوق ده كله أهل الجنة بيتمتعوا وقاعدين في نعيم لا يخطر على قلب بشر. لو نمنا لحظة في الجنة هتفوت متع كتيرة جدا جدا، انت لما بتكون واخد واحد وبتفسحه في أي مكان يعني. فقعدت في مكان حلو زي اللي احنا قاعدين فيه ده، وجنبيه البحر بقى ما شاء الله، ومنظر كده يعني حاجة تفتح القلب كده وتسعد النفس. فيقول لك انا داخل انام 5 ساعات، وبعدين يقول له: يا راجل في حد يجي مكان زي دوت وينام؟ طب بلاش بقى، سيبك من الكلام ده كله، سيبك من البحر والمحتوى لك ده كله، بقى قدامك بقى الحرم والصلاة الواحدة فيه يا جماعة ب100,000 صلاة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، تصلي صلاة ب100,000 صلاة. فواحد يقول لك أنا طالع أنام لي 7-8 ساعات، يقول له: يا راجل في حد يبقى في مكة ويطلع ينام 7-8 ساعات؟ ده هم 3-4 ساعات بكتير كفاية عليك عشان تتمتع بالحرم، صح كده؟ في الجنة بقى تخيل لما يكون في الجنة، هل ينفع تنام في الجنة؟ لا، أما أنا لو نمت في الجنة هتفوتني متعة كتيرة قوي، ده كل لحظة في الجنة المتعة اللي فيها توازي الدنيا وأكثر من الدنيا 1,000,000,000,000 مرة. فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. طيب وإحنا في الجنة وبنتمتع في الجنة، في بعض الناس سيرون المولى عز وجل بكرة وعشية، طب احنا بنعرف ازاي الليل من النهار في الجنة؟ ما هو الجنة ما فيهاش لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. الإمام القرطبي يقول كلمة حلوة ويقول لك: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور دائم، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. والإمام ابن تيمية يقول كلمة أخيرة، يقول: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني
أجمل يوم هنقضيه في الجنة مع بعض لما نكون في صحبة النبي. ربنا يجمعني وإياكم مع النبي اللي دلنا على كل البيوت ديت، واختار البيت اللي انت عايزه واشتغل وادفع مقدما عشان ربنا يكرمك وتاخد البيت ده في الجنة. جعلنا الله وإياكم لأهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.